السلام عليكم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لعمر بن عمران الذي ضجت وسائل إعلامية محلية وحتى عالمية بقصة اختفائه لأكثر من 25 سنة بمنزل جاره ببلدية الجديد ولاية الجلفة. والجديد في حياته بعد مرور شهرين من العثور عليها اليوم ظهر من خلال صورة وهو مبتسما، وكتب في المنشور أن عرسه سيكون الأسبوع المقبل. ألف ألف مبروك، نتمنى له حياة سعيدة.